إنني في مأزق كبير، سوف أخسر المسابقة. بلى بلى يا أختاه، سوف نفوز بالمسابقة. ترى أين ذهب الأستاذ عبد الصمد؟ البقاء لله. أنا ناصر هو اللي هيخش المسابقة. ناصر حافظ وقابض. ناصر حافظ ومذاكر. طفل يتيم أهله مدبوحين. أحقا أنت حافظ يا فتى؟ ثقة في الله نجاح. بارك الله فيك. حملت على كل حاجة يا بهجت؟ كله جاهز يا كبير. توكلنا على الله. حسب كده أنا اسمع. في الوقت الجبروت ده. أهلا ومرحبا بكم في المسابقة السنوية لدور الأيتام تحت رعاية مؤسسة نور الأمل الخيرية. والمتسابقان اليوم هما نبيل عبد العزيز، ناصر السرعان، حبيب الملايين. ناصر يا سيطرة، حبيبي يا دكتورة. من دار رعاية الأيتام، والآن نبدأ المسابقة. وعلى المتسابقان الإجابة على جميع الأسئلة التي ستوجه لهما. خليها على الله. إنني قلقل للغاية، أواثق أنت أن هذا الفتى على القدر الكافي من المعرفة والعلم؟ أواثق أنت أيها الطبيب؟ أواثق أنا أيها المريض. الله معك يا ناصر. السؤال الأول، ما هي عاصمة جمهورية مصر العربية؟ القاهرة. الدويقة. الدويقة؟ أننا نغرق. والله أنا قايل له الجيزة. إجابة صحيحة لناصر. السؤال الثاني، من هو ملك مصر الفرعوني الذي لقب بلقب موحد القطرين؟ وليك يا ناصر. الملك؟ الملك يا محمد منير. الإجابة صحيحة يا ناصر. برافو برافو حبيبي. ابعت. السؤال الثالث والأخير، واللي هيجاوب هيكسب. ما هو الجذر التكعيبي اللي رقم 9؟ إجابة صحيحة. مبروك لناصر اللي فاز بمسابقة دار الأيتام. تراني مندهشة من فوز هذا الحمار، ولكن ربك حليم ستار. ده بيشع ذكاء، بيخر معرفة، بيشرب سجاير. اوعى تنسى الطلب اللي طردته منه. عيب عليك يا كبير، جاهز. الباسبور اهو باسم مختلف، تسافر بيه الحته اللي انت عايزها. طب والبيتزا؟ اسمها الفيزا، جوه. اول ما توصل ايطاليا تكلمني على طول. حصل. توحشنا يا كبير. وانت كمان يا ناصر. فين بقى المصلحه اللي قلت لي هقضيها لك؟ يا فين المكنه؟ اسمها داليا، جايه. لم لم. بارك الله فيك يا ناصر، رفعت راس ملجانا بعلمك وثقافتك. الثقافه دي عندي من زمان، بس انا قصدي اني اعيش في حضن وليه تحضني. وليه تحضنك؟ زي امي يعني، وتتجوز الراجل ده. هو يقصد يعني الانكماش الاسري اللي هو انحرم منه، عايز يلاقيه في اب وام. وانا كاب اتحرمت من نعمه الابوبه، نفسي في طفلي يقول لي يا سلطان. نعمه الابوبه؟ للاسف يا سلطان لا استطيع. لا استطيع؟ لا وسال انت كده بس يا ابو سلطان. ما انا تتجوزيه، لأما الفيديو بتاعك وانت بتستحمي هينزل على النت النهارده. يا لك من وغد حقير. ما انا ما قلتلكيش، انا زارع كاميرات في كل حته. شفت كزره زي دي قبل كده؟ فعلا قذر. حسنا يا سلطان، سوف استطيع. هتوحشنا ناصر. لو حصل اي عوى واحتجتلي اتصل بيا من غير ما تقول يا كبير.